السلام عليكم، كيف اخبارك؟ كيف صحتك؟ حابه تشتري اطقم للجلوس؟ لا. ده لون بمبي لكن هو كريمي في الحقيقه. لا والله، مش عاجبني. هو الميزه في الاسود انه تدري تشتري ما تدري تشتري. خلي اطلع من بطنك، من وين ما عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح ما بيعش السلطه في بيته؟ اذا حابه تعال اطلع منه انت يعني. الله الله الله، ده شنو ده؟ بسم الله. ها؟ انت قول لي ايه ده؟ بسم الله، ده شنو ده؟ تعالى اقول لك حاجه في موضوع. الله 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 الله، شكلك ما عاجبني من قبل، شكلك ما عاجبني الصابع. ايوه انت كمان. على الكيو، على الكيو، على الكيو. ايوه انا الكيو. واحد اثنين ثلاثه. هناك كاميرا خفيه، كاميرا خفيه. نبت هناك معك الكاميرا الخفيه، قناه الظفره. لسه نحن بنعمل في الناس مقالب، والليله مقلبنا زي ما ملاحظين لسه فيه شويه رياليتي، فيه حقيقه، فيه واقع، فيه جوائز. وتعالوا خلونا نشوف الناس اللي حنقبضهم الليله. تعالوا معنا، عندنا اسئله خفيفه وحلوه وسهله جدا. صح، اجابه صحيحه، اجابه صحيحه، فزت معانا بمبلغ 1300 درهم. شكرا. مبلغ هديه مقدم. وعندنا سؤال ثاني، كم عدد شعرات العين اليسرى؟ لا ما في خيارات. ما شاء الله، شو هالسؤال يعني؟ ايه شو هاد سؤال يعني خفيف. هو سؤال فين خفيف؟ ما هي اهم الوان قوس قزح التي اذا مزجت؟ عندي ثمانية. الله، مبروك 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 مبروك. فزت معانا بال 1500 بتاعته الاول، حتحول لك لان هي لعبة ارصدة. كم عدد اضرس طير النعام حينما ينام ليلا؟ 14. ثنتين عند العقرة، ثنتين قدام. صح، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. ألف مبروك، ألف مبروك. معنا 6000 درهم، 6000 درهم وصل مجموع رصيدك. أنت ما ضربتك كهرباء قبل كده؟ لا أبداً، هي ضربتني دلوقتي يعني. بتضحك؟ طب تعالي تعالي لحظة، تعالي تعالي. طيب لحظة أوقف، قاعدين نسأل نحن. لا عفواً. طيب أنت عايز تمشي يعني؟ أنا مش فاهم حاجة من الأسئلة دي يعني. غششني غششني. ستة. ستة ستة. مبروك مبروك. ستة. يا سيدي كده ستة، على مزاجنا كده ستة. بدنا نفوزوا للزلمة. يا زكريا جاوب لنا سؤال، خلينا نخلص يا أخي، تعبنا ملينا يا أخي. أوكي عاملين معاك مقلب والله، شايف الكاميرا؟ كاميرا خفية. كاميرا خفية، كاميرا خفية، كاميرا خفية والله. كاميرا خفية. كاميرا خفية. خرشة ورفشة هذه. أوكي. تمام، يديك العافية. تسلم يا بركة. ما قصرت نفيس. اوكي تمام، الله يديك العافيه. تسلم.